يجوز على رضانا يحوز هذاك ولا يفوز كل ما شاء الله عليه السلام عليكم ورحمة الله. مساكم الله بالخير. والله أنا اللي بجيك محب خشومكم. هلا. الله يبقيك، السلام عليكم. إيش حالك أبو عايد؟ ها؟ العال. طيبين. يا مرحبا أبو شعيب. كيف الحال؟ طيبين. إيش أخباركم؟ طيبين. مساكم الله بالخير. كيف الحال؟ طيبين. كيف الحال؟ كيف انتم؟ شلونك؟ شو اخباركم؟ عساك طيب. الله يبقيكم ويسلمكم ان شاء الله. كيف حالكم؟ والله بخير. عساكم طيبين. نحمد الله ونشكره. الله يسلمك. يلا حي ابو شعبان. كيف حالكم؟ وين بقيت الشباب؟ بيجوا بيجوا محمد علي. كيف حالكم يا الربع؟ والله ابشرك. عساكم طيبين. طيب ابشرك. الله يحييكم. بسم الله. وش العلوم وش الاخبار؟ والله ابشرك بخير. عساكم طيبين. ابشرك احمد من الله قريبين ان شاء الله. هذول حركات ذولاك. كيف الحال؟ والله مرحب. الله يحييك. السلام ورحمه الله. ايش المقدم الجديد الفخم ذا؟ ما عرفتني. اوه خوينا الله هالدنيا. كيف الحال؟ ايش اخبارك يا نواف؟ طيب. كيف صحتك؟ علومك. عساكم طيبين. ما شاء الله تبارك الله. الله يسلمك. كيف الحال؟ الله يعافيك. طيبين. طيب. ابني فرزان وصلك يا هلا. فرزان يا ربي كبسه. كيف الحال؟ والله بخير. عساكم طيبين. الحمد لله. من بقي؟ بجيك الحين وازع بجي. بقي وازع صح؟ نعم. اي كاميرا؟ الباب الثاني. لا لا خرج عشان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام متابعينا الكرام، ونتفنن بالكلام ونقدم لكم أجمل الطعام في فقرة مقادير، فمرحبا بكم من هنا مع فقرة التميز والإبداع مع المبدعين، ومعكم أنا بندر آل علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بالجميع، والله يحييكم جميع في فقرتنا اليوم، فقرة مقادير. إن شاء الله نبدأ مع الشباب في الفقرة الجميلة اللي نحبها وتحبونها وننتظرها بكل شوق، سواء من أخواننا الغالين ومن المقادير اللي صراحة ما شاء الله تبارك الله أبدع الشباب من بداية البرنامج حتى منتصف البرنامج. فنقول الله يحييكم ويا مرحبا ويا مسهلا بالجميع. حيا الله الشباب. الله يحييك. كيف حالكم؟ عساكم طيبين. الله يحييكم ان شاء الله. وش عندك اطباق اليوم؟ اليوم عندنا طبعا جاوز. اي حلو. اربعه من انس. الله. انا ابو ملحم. حلو. وابو فرزان وابو ناصر وازع. حلو. نواف معنا. نواف. الله الله. طيب عندنا الاطباق الدجاج، نوع الطبخه الدجاج مع البطاطس، ونفس الطبق اللي هو طبخة بالجبن. طبعا الدجاج مع البطاطس سعر الشراء ب1000، والطبق اللي مع الجبن ب1500. ما ادري طبق الجبن اللي هو ايه. الدجاج مع البطاطس هذا قيمته 1000، والطبخة بالجبن فيها اللي هو المكرونة تقريبا. وش مع الجبن؟ ايه الطبق الاول اللي هو الدجاج مع البطاطس صح؟ هذا يمكن عرفناها. الطبق الثاني وش هو؟ اللي مع الجبن؟ الطبق الأول الدجاج مع البطاطس، والثاني وش هو؟ حلو، يعني يكون نفس الطبق، نفس هو نفس الرز، هو نفس الرز. رز ودجاج. حلو، نفس الطبق يعني. رز ودجاج الطبق الثاني اللي قيمته الشرائية كم؟ 1500 صح؟ كبسة عادية. ايه الكبسة عادية، والدجاج مع البطاطس 1000 ريال. اضرب بالخمس. حلو، وش تختارون؟ الكبسة الدجاج. الكبسة، طيب وارحب يا وازع. الله حييه، كيف الحال؟ مساك طيب. كيف صحتك؟ ما تشد الحفل قبل يثنى. طيب بقي عندكم اللي هو الطبق الثاني اللي هو اللي هو الدجاج مع البطاطس شيء من الشرائية. اختاروا الشباب الكبسة. خلاص احنا طيب ما نبقى ناخذ مكرونية.
ايش المكرونه مع الدجاج يا ابو ربيع؟ يقدرون ياخذون المكرونه مع الدجاج؟ عندي ايه الكرات ما هي موجوده، ما هي موجوده الحين. عندنا الرز وعندنا الدجاج، المكرونه موجوده، ايه، وفيه المكرونه، في لحم مفروم. خلاص الدجاج مع الرز، وش الثاني؟ استاذ من واللحم المفروم مع الرز. اللحم المفروم مع المكرونه، حلو. اللحم المفروم مع المكرونه والكبسه الثانيه اللي هو الرز مع دجاج. الحين احنا هذا طبقنا، اي خلاص. انس ومن اللي معك؟ انس محمد بن محمد. مع محمد، تعال هنا يا محمد. انا بنستاذ لا تعال هنا. والفريق الثاني اللي هو نواف بن فرزان والشيخ وازع. حلو، تلبسون يا شباب المريله بعد اذنكم الاخضر. في الوان عندك؟ بندر انا والله اني تعبان ومسخن. فريق نواف يلبس الاخضر. اخضر؟ يعني انا ايه المريله اللي هو الازرق. الازرق في ازرق واحمر. ايوه انا اقول وين الاخضر من جاء. طيب تلبس الازرق مع الفريق حقك ولا احمر؟ ابو شماس ارجع عندك بس عشان ايوه انا استاذنك والله. سلامتك والله، ما تشوف شر. من ايش يا ابو؟ ابو ربيع محمد ملحم يقول تعبان، ما ادري تسمح له بالله. لانس بيكفيه عنه بس مخاطر تجي. او حاضر والله احتراما لكم. خلاص لو رحت ترى مصيبه، بيكون عليك خصم 5000.